يا ولد. هلا هلا والله، هلا بحبيبي زوجي. حبيبي اقول استلمت الراتب؟ استلمته بس اني وزعته. وزعته؟ مو مهم، المهم يا حبيبي انك تتذكر انه زواج اخوي وانا لازم اشتري لزوجته هدية. وبعدين انت بعد يا حبيبي يعني لازم تعطيه عنية. والله اذا بقى شيء شريت له ذبيحة. نعم؟ اذا بقى شيء؟ يعني ايش؟ لا 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 لا، تتصرف. شلون اتصرف؟ تتسلف مثلا؟ وانا خليت احد ما تسلفت منه الى الحين، وانا سدد بسلوف ولا خلصوا. يعني شلون؟ تبي تفشلني عند اهلي؟ المهم جيب لنا شاهي، وعلى الشاهي نناقش امورنا المالية والاقتصادية. لين الحين وانت جالس تحسب؟ وش تبي اني اسوي؟ اقلبها يمين اقلبها يسار ما في فايدة. راتبي 6200 بعد ما سددت بعض الديون، ما بقى معي الا 2700. حلوين فيهم البركة. ان شاء الله فيهم البركة. تدرين كم بقى معي بعد المصاريف؟ كم؟ 50 ريال ومغاط. نعم؟ هذا اللي بقى معي. 50 ريال والشهر ما راح منه الا اسبوع؟ هذا اللي قاهرني. والحل؟ الحل ان حنا نختصر من مصروفاتنا بشكل قوي. بالله ايش تبينا نسوي يعني؟ نصوم؟ لا ما نصوم، بس نغير في حياتنا شوي. مثلا عندك هالمطاعم، وش نبي بهالمطاعم؟ والله ان اكل البيت افضل من اكل المطاعم 100 مرة، والعانيات بعد. وش فيها بعد؟ تصدقين ان الخروف صار قيمته 1200 الى 1500 ريال؟ وعندك بعد هالشغالة تقول نجيبها، وشلون نجيبها؟ يبي لنا دراهم للمكتب، ويبي لها راتب مدري حدود 800 ل 600، والفيزا، ايش نبي فيها؟ من رداية حظي، انا طول النهار اشتغل بالمطبخ، وبعد ما انت رايد تجيب لي خدامة. انا مستعد اني اساعدك في شغل المطبخ، حتى قاعد افكر اني اكلم راعي العماره، ابعطيه نصف الاجار والنصف الثاني نهايه السنه. اي والله اي والله يا حبيبي، عشان اقدر اشتري هديه لزوجة اخوي. بس هذا اللي هامك. من اللي جانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يسلمك. اسمع يا ابو خليل، ايجار الشقه صار 25000. 25000؟ ايوه 25000. اذا البيت غالي عليك شوف لك بيت ثاني. اي والله انه غالي علي، 20000 ما قدرت عليها، وشلون 25000؟ يا ابوي انت ما تقرا جرايد؟ ما تشوف تلفزيون؟ الا اقرا واشوف التلفزيون واتابع جرايد، بس ما عمري قريت خبر وشفت التلفزيون يقولون زود الاجار على المساكين. ايش يا ابو خليل، انت ما انت عايش في الدنيا؟ الدنيا طارت فوق. الرز غلي، الحليب غلي، الاسمنت غلي، الحديد غلي، البلوك غلي كمان. وش دخل الحديد في انك ترفع الاجار؟ اساسا باني ذا العماره ايام الرخص. اسمع ابو خليل، البيت بيتي ولا لا؟ صحيح بيتك. هيا اسمع ابو خليل، قدامك اسبوع يا تدبر مبلغ الزياده يا الله يستر عليك وتشوف لك بيت ثاني. يلا سلام. البيت يبي الإيجار؟ يا ليت إنه يبي الإيجار، زاد فوق الإيجار 5000. الله لا يجزاه خير. ليش؟ يقول السميد ارتفع والحديد ارتفع. أنا مستغرب ارتفع، ما هو باني بيته وذا العمارة في وقت الرخص، كأنه بيهده وبنيها من جديد. طيب وش بتسوي الحين؟ والله ما أدري وش أسوي. إذا العشرين ما قدرت عليها وشون 25؟ ورا ما تتسلف. تسلف؟ ما خليت احد اللي تسلفت منه، شلون بسددهن؟ حبيبي اقول لك راي، ليه ما ندور لنا بيت ارخص؟